ازيكم يا مواليد برج القوس، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج القوس ليوم الاربعاء 25 يناير كانون الثاني 2023. بالنسبة ليك لو كنت النهاردة مرتبط هتبقى تحت تأثير الشمس اللي هتبقى بتدفئ قلبك اكتر الصغير. هتقضي النهاردة في اليوم انك تدور عن تبادلات حقيقية ممتعة خاصة مع شريك حياتك. هتبقى بتستمتع بانكم تمشوا مع بعض لجانب بعض بقدر ما ممكن تعملوا كده، هتستمتعوا مع بعض حول النار اللي بتعتبر لطيفة في المساء اللي بيعتبر فيه ثنائي جدا رائع. بالنسبة ليك لو كنت اعزب هيبدو انك ابتدي تدرك حاجة اخيرا، وتبقى في حسية واضحة، في جاذبية واضحة، في شعبية واضحة. انت النهاردة الصديق الوحيد اللي مش هتعرف تتوقف عن انك تطالب بانك تخرج في مواعيد، حتى لو حبيت تتسكى حتى مع اصحابك في اماكن غير عادية. اليوم ده مش هتسيب اي حد في حاله ولا هتبعد عن حد، هتبقى دايما حابب تبقى في جماعات. بالنسبة ليك صحيا يا قوس، كوكب المريخ هيبقى بيهتم كويس جدا بكل رفاهيتك، وهيدي لك العقل المناسب عشان تركز على كل اللي بيخليك تبتسم، وهتبقى مسرور جدا بسهولة لده. بالنسبة ليك مهنيا انت في شراكة هتشتغل عليها بشكل كويس، هتدي لك الفرصة المناسبة عشان تبتدي من الاسفل للاعلى في الشغل النهاردة بطريقة ناجحة. ونتيجة لكل ده هتبقى هتفهم بشكل شامل اكتر ليه ازاي تعمل الصناعة المناسبة دي، وده بيتطلبه طبعا اعمال النجاح.